هل الابتلاء يكون بسبب ذنوب العبد أم يكون في بعضها رفعة؟ يكون هذا ويكون هذا، يكون الابتلاء عقوبة على الذنوب ويكون رفعة في درجاته. إذا كان العبد له منزلة في الجنة لا يصل إليها بأعماله، فإن الله يبتليه بالمصائب حتى يبلغ هذه المنزلة، نعم، ليرفع درجاته، يبتليه بالمصائب حتى يصبر عليها فيصل إلى هذه المنزلة التي له في الجنة، نعم.